ثانية واحدة، حد بدأ ولا نبدأ؟ بدأ حد بدأ التسجيل اهو. انا طيب يا شباب، معايا بقى يا رجل. احنا النهارده هنكمل الكلام عن درس الفلاكوليشن او السلو ميكسنج تاج. احنا اتفقنا وعرفنا احنا بنعمل المرحله دي ليه، وعرفنا ان منه نوعين، نوع ميكانيكال ونوع هيدروليك. تمام كده، هنكمل بس مساله في الميكانيكال انت زفت، وبعدين هنخش على المساله الهيدروليك. وبكره ان شاء الله معاد سكشن برضو واحد، سكشن اربعه ان شاء الله الساعه 8:30 الصبح. بس برجاء يا شباب ان احنا نبتدي 8:30، يعني ان انا هبقى محتاج ان احنا يعني ان انا اسيبكم على 10 كده، فعشان بس ما حدش يخش 9 9 الا ربع او نبتدي متاخر فالدنيا تطول مننا. انا ان شاء الله هحاول ان انا ابتدي بالظبط كمان 8:30 بالظبط. ماشي يا شباب، الناس سامعيني؟ تمام يا باشمهندس، معاك يا هندسه. طيب تعالوا نكمل. انا اعتقد ان بلاش نضيع وقت في موضوع ان احنا نقول ايه فكره الميكانيكال تاني، وان انت تشوف المايه بتتقلب بكام جزء، وان انت تحدد ان المساله قبل ما تضرب قلم في المساله تحدد مين اللي ثابت ومين اللي متغير عندك. اعتقد كل ده احنا خلاص فهمناه، كل ده احنا فهمناه. تمام كده، تعال نبص بقى في الورق. معلش الورق اللي قدامك مش مترتب، لان في النص او في الاول ابتدى بحل بشرح سكاشن وبعدين دخل على شرح، يعني في الاول ابتدى حل سكاشن وبعدين دخل تاني في النص يشرح. فانا معلش ما رتبتش الورق قبل ما ابعته لكم، فتجاوز الحته دي معايا. بص كده معايا في صفحه 22، بص كده معايا في صفحه 22. المساله دي مساله جت في امتحان قبل كده، انا بس هخلي الشاشه بالعرض. اهي معايا يا رجاله، الناس معايا؟ الناس معايا يا شباب؟ معاك يا هندسه. طيب بص كده للمساله اللي عندنا دي. تمام يا رجاله، بص للمساله اللي قدامنا دي وما تبصش للحل، يعني عشان ما تلخبطش نفسك، عشان تفهم بشكل احسن سيبك من الحل. تعالى بس معايا للمساله كده. المساله اللي مداني مديني قطاعين، قطاع بلان وقطاع اليفيجن لخزان، واداني قال لي ان الخزان ده داخل ليه 30,000 متر مكعب في اليوم، وقال لي ان الترو فيلوستي كانت 1 متر على الثانيه معايا كده، والجي تي فاليو كانت ب 4 في 10 اس 4، والجي افريج ب 30. دي كل البيانات، واداني طبقة من اللزوجة، وطلب مني ان احنا ديزاين سلو ميكسنج تانك. ها، واضح يا شباب الكلام؟ تاني اداني شوية داتا واداني خزان تقليب بطيء. قبل ما تضرب ايدك في المسألة يا ريت كلنا يبقى جنبنا قلم وورق. أول حاجة محتاج أحدد هي المسألة دي كام جي. ده استنى يا باشمهندس، بس ده المساله دي، ده البلان فيه 4 بدلات والاليفيشن فيه 2. طب دي جايه ازاي؟ يبقى انت محتاج برضو قبل ما تعمل اي حاجه تتخيل المساله والرسمه. هو ايه المشكله عندك ان انت تبقى باصص من جنب الخزان فشايف بدلين 2 بس، البدلات مكمله معاك في الصفه اللي وراها في صفه تانيه كمان، ايه المشكله عندك؟ هل حد عنده مشكله في فهم البلان والاليفيشن؟ لا يا هندسه، بس كده في جهين 2 بس صح؟ بالظبط، ده اول سؤال. طب ما تسبقش الاحداث يا هندسه، خليك معايا. اول سؤال، يبقى احنا فهمنا المساله او رسمه المساله، ده رقم واحد. رقم اتنين، انت عندك الميه دايما دايما حدد او ركز مع تحديد الدكتور لاتجاه دخول وخروج الميه، لانها تفرق، تفرق جدا جدا جدا. ها، هنا المدخل بتاع الميه منين؟ الكيو داخله منين؟ من الشمال وخارجه من اليمين. يبقى انا عندي جزئين، او عندي بارتين، بارت واحد وبارت اثنين، او عندي بمعنى ثاني جي واحد وجي منين انها خارجه من اليمين؟ هو بدأ، هو ايه اللي عرفت منين؟ بص يا هندسه، تحت في البلان، في البلان هتلاقي فيه، ليه مش مكتوب؟ ليه مش شايف؟ مش في كيو داخله من الشمال يا رجاله في نص الرسمه؟ ما هي تبقى داخله، تبقى خارجه من اليمين، ما داخل مش هو نسي يطلع يحط لك يا سيدي. انا نسيت وانا بنقل المساله دي من الامتحان، اطلع اقول لك اتجاه المخرج منين، بس اكيد يعني اكيد معروف انها هتخرج اليمين، انا مدخل الميه من الشمال، في مشكله؟ لازم نفس الاتجاه، يعني لو من الشمال تطلع من اليمين، لو من فوق تطلع من تحت. لازم ما هو ده المنطق، امال يعني ما انت مش هتعرف تعمل غير كده، يعني في التنفيذ بره مش هتنفع، مش هعرف، مش هتعرف تعمل غير كده. تمام ماشي يا جماعة، ما هو في دايما انبوت واوتبوت، في دايما يا شباب مدخل وفي مخرج. انت عامل المدخل من هنا، المخرج انت عندك، انت متخيل المخرج ممكن يبقى منين؟ ما ينفعش يبقى من فوق ومن تحت،
انت واخد بالك؟ طب لو خليته يعني من اعلى ومن اسفل، قصدي ما ينفعش يبقى من اعلى، من اعلى الخزان من السقف او من القاع، ما تجيش بالعقل كده، ما تجيش. تمام. طب هل يبقى من على الجوانب؟ من احد الجوانب، اكيد من احد الجوانب. طب الجانب المقابل ولا الجانب القريب؟ اكيد الجانب البعيد عشان الميه تتقلب، انت فاهم؟ وزي ما بقول لك القصه دي ما تشغلش بالك بيها، هي ممكن تكون عندي سهوا، هو محدد اتجاه المدخل، انا سهوا نسيت اطلع لك اتجاه المخرج. بس ده مش، ده طبعا مش هيحصل في الامتحان، اللي هيبقى واضح الدنيا في الامتحان الميه داخله منين وخارجه منين. ها، يبقى اول حاجه فهمت المساله، تاني حاجه فهمت ايه هي حدود المساله، او عندي كام جي في المساله، عرفت ان انا عندي جي 1 وجي 2. هو طبعا مش عامل بلاكه كامله في يا شباب. مين اللي فتح المايك؟ عامل بلاكه كامله شكل واحد يا باشمهندسين. الناس معايا رجاله ولا في مشكله عندنا في الكونكشن ولا ايه؟ لا تمام معاك يا باشمهندس. طيب يبقى تاني حاجه حددت جي 1 وجي 2، برضو جي 1 وجي 2 انا قصدت في المساله دي ان انا ازود 5 ونقص 5. ها، الجي افريج مداني ب 30، احطها للجزء الاول ولا الثاني؟ قال لك لا، اعتبرها ان هي المتوسط للجزء اللي في النص الوهمي، فانا هزود 5 ونقص 5. لان حد كان داخل سالني قال لي هو ايه اللي يحصل انت بتحل على طول 10 و10، ايه اللي يحصل لو انا زودت قيمه ثانيه غير ال 10؟ قلت له عادي، بس المهم اللي انت تزوده ترجع تنقصه. فانا زودت 5 ورجعت نقصت 5. تمام، ده برضو تاني حاجه محتاجه احددها. تالت حاجه اللي هي اهم حاجه، هو هنا مديني التروف فيلوسيتي بواحد متر على الثانيه، يبقى افهم من كده المساله دي مين الثابت ومين المتغير فيها. ها، جاوبونا يا شباب، مين السرعه ثابته؟ هو اداني ان السرعه الحقيقيه ثابته، وبالتالي النسبيه تبقى ثابته، وبالتالي الاوميجا تبقى ثابته، يبقى مين اللي بيتغير معاك؟ زد واحد الله يفتح عليك اكبر من زد اتنين، يعني اريا بدال واحد اكبر من اريا بدال اتنين. انا لو مكانك اكتب ده بايدي على ورقه الاسئله، احط كده جي واحد اكبر من جي اتنين، بي واحد اكبر من بي اتنين، زد واحد اكبر من زد اتنين، عشان ابقى فاهم انا هعمل ايه. طيب يا باشمهندس، عشان نجيب البيزن برضو، رابع حاجه قبل ما احط ايدي في المساله بالحل، هنا انت لو خدت بالك هتلاقي ان الراجل مديك على الرسم داتا مش مدهاني جوه في الكلام. يعني ايه؟ يعني اداني هنا ايه الداتا اللي اداني اللي على الرسم مش موجوده في الكلام او في البيانات المساله؟ ها، الاكس. لا غير الاكس، الاهم من الاكس الدي، دبس الخزان ب 4 متر. ها، صح ولا في مشكله يا شباب؟ طب هندسه، هو مش لازم يديني الدي دايما؟ ايه، مش لازم يديني الدي دايما؟ لا 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 لا، مش شرط، اذا في مسائل بيديك ابعاد تانية بيديك ال، المهم انه هيديني بعد عموما، يعني لازم يديني بعد. المهم، وبرضه هقول لك على حاجه، وبرضه مش شرط، المساله على حسب الحاله بتاعتها. انا بقول لك انت قدام مساله، كل فكره، كل مساله ليها فكر، فجايز يديني حاجه او جايز ما يدينيش. هو بنسبه 99 و9 من 10 طالما اداك الرسمه يبقى هيديك ابعاد على الرسم، هيديك قيمه من احد الابعاد على الرسم، مش شرط الدي. معايا يعني يا شباب؟ ايوه، يعني هو ممكن في رسومات ما يدينيش ابعاد خالص. اه، بس ساعتها هيسهل لك، هيبقى عامل لك حاجه تسهل لك، هتبقى الدنيا واضحه. تمام يا هندسه، معايا؟ الشاهد يا باشمهندس من الكلام، الناس تفلي المساله كويس، سواء مديك على فكره ممكن ما يديكش الابعاد على الرسم، وتبص تلاقي يقول لك عليها في فوق في الكتابه ان دبس الخزان كان كذا متر، انت فاهمني؟ فالناس تركز في التفاصيل المساله جدا. طيب ماشي يا شباب، ها، ابدا اعمل ايه؟ ابدا احل، ابدا اشوف الدايمنشن تيجي منين؟ ها، المفروض احنا عارفين ان الدايمنشن المعادله الوحيده بتاعتها اللي هي معادله الفي بتساوي كيو في تي. طبعا الريتنشن تايم مش عندي، صح ولا انا غلطان؟ عشان نجيب الريتنشن تايم نجيبه ازاي يا باشمهندس؟ مش هو مديني الجي تي فاليو وانا عندي قيمه الجي افريج؟ هو انا مش لو قسمت الاثنين على بعض يديني الزمن؟ ها، صح ولا انا غلطان يا شباب؟ الناس، طب حاولوا يعني الناس تفتح المايك وتتفاعل معايا او ترد عليا عشان افهم ان الناس معايا والناس فاهمه اللي انا بقوله، ما بقاش قاعد عمال بقرا شويه كلام وخلاص. معايا؟ تاني مديني قيمه الجي تي فاليو واديني الجي افريج، انا لو قسمت الجي تي فاليو على الجي افريج افهم من كده ان انا اقدر اجيب التي، التي عندي جبتها ابدا اضربها في الكيو، ابدا اضرب التي في الكيو بحيث ان تديني الفوليوم،
الفوليوم عندي هيساوي 30,000 اللي هم كيو مضروبه في الزمن اللي كان 22 دقيقه، بس اقسم ال 22 دقيقه على 24 في 60 عشان تتحول لدي. طلع لي ان الحجم للخزان ده عباره عن كام؟ ها 462 او 463 متر مكعب. معايا يا باشمهندسين ولا الناس مش معايا؟ معاك يا باشمهندس. طب كلام جميل. قلت لك هنا انت بتبقى بقى مطالب تحول الحجم ده لابعاد طول وعرض وارتفاع. هنا عشان اقول المعادله بتساوي او الرقم ده بيساوي البي في الدي في ال. ايه العلاقه اللي انت تجيبها؟ الدي عندنا ب 4 متر، ما تبصش للكتابه، ما تبصش للحل، شغل دماغك معايا. عندي ال وعندي البي، اعمل ايه؟ افرض واحد واجيب الثاني. الناس جاوبني. الله يفتح عليك يا باشمهندسين. اللي هيبقى ما عندوش القدره ان يشوف هيبقى ما عندوش قدره. انا يا شباب اللي هيبقى ما عندوش القدره ان يشوف ان قطاع الخزان ده قطاع مربع، يعني الطول بيساوي العرض، يعني قل تربيع، عنده مشكله كبيره جدا. ازاي يا باشمهندس مش شايف ان قطاع الخزان ده مربع ويبقى عندك المساله في مجهول واحد بس اللي هو ال ال؟ انت فاهم؟ فيبقى انت كده اختصرت المساله وجبت البعد اللي باقي اللي هو ال ال. طيب يا باشمهندس ابعاد البدال نفسه كام؟ ال ال داش بكام والدي بكام؟ ها والله يا باشمهندس ال ال داش مداني بشكل مباشر. ازاي؟ ما هو مديني ان دبس الخزان كله ب 4 متر، لما تشيل 35 من 100 فوق و35 من 100 تحت يديني 3 و3، يبقى انا عندي ال ال داش ب 3 و3. طب قطر الدوران كام؟ مش انا جبت ال ال كله يا باشمهندس ب 10 و8 من 10؟ انزل بقى على البلان. الناس معايا يا شباب ولا ايه؟ انزل على البلان. اقول ايه؟ بس نعم الصوره ثابت. ما انا ثابت، انا ما غيرتش حاجه يا هندسه. انت متابع معايا مركز في اللي انا بقوله وتفهم ان انا ما غيرتش المساله، ما غيرتش الحته اللي انا واقف فيه. ما هي ثابته يا هندسه وانا رحت في حته ثانيه. لا انا بس حضرتك بس انت هتكمل وتخش على تحسب الاريا بدال وتكمل فيه. انا ما دخلتش. انا مين جاب سيره اريا بدال يا هندسه؟ انا لسه بقول لك ال داش ودي، انتوا بتسبقوني ليه يا شباب؟ انا لسه بقول ال داش ودي، صح ولا لا؟ ايوه ما احنا بنستخدمه في الاريا بدال. ما انا ما سيره ال داش، انا بقول لك ان هي دي انت علاقتها ايه بالال داش بالاريا بدال يا هندسه؟ انا في الخطوه دي في الدايمنشن قلت لك ما تمشيش من المساله او ما تمشيش من الخطوه دي الا لما يبقى عندك كل الدايمنشن موجوده. انا قايل الكلام ده من المره اللي فاتت، يعني بما فيها ال ال داش والدي. ها معايا؟ فتاني ال ال داش بشكل مباشر الراجل مداني كتر خير. الدي عندي اجيبها ازاي؟ انا لو بصيت للاليفيجن او البلان، البلان خلينا مع البلان، هو الراجل مديني مسافه الخلوص 4 من 10 ما بين الجدار والبدال، 8 من 10 ما بين البدالين، 4 ما بين الجدار والبدال. طيب يبقى انا لو شلت 4 من 10 و8 من 10 و4 من 10، يعني شلت 1 و6 من 10 و8 يديني قطرين دوران، لو قسمتهم على الاثنين يديني ان الدوران بامتر بتاع البدال 4 و6 من 10. يبقى انا كده في الخطوه بتاعه الدايمنشن جبت له ال داش ودي كمان بالمره. ها حد عنده مشكله لحد هنا يا شباب؟ باشمهندس ممكن نزود ال ال نقربها بالزياده. ما هي كانت طالعه 10 حاجه و70 من، انت عايز تقربها بالزياده اكتر من كده يعني؟ اه لا انا بتكلم عامه يعني، لا انا مسموح لي ان انا اقربها بالزياده ولا لازم اخد نفس الرقم اللي بيطلع لي؟ لا انت اي بعد بتجيبه يا هندسه يا رجال، اي بعد بنجيبه بيتقرب بالزياده لان بنعتبر ان دي ابعادها هتتنفذ. يعني ال هنا لما تيجي تحسبها، لما تيجي تقسم 462 96 من 100 على الأربعة وتاخد الجذر التربيعي، عمر ما ال هتطلع معاك 10 و8 من 10، هتطلع 10 حاجه و60 من 100 حاجه و70 من 100، فانا قربتها بقت 10 و8 من 10. عايز تاخدها 11 يعني خدها 11، مش هنفع صح برضه. مش منطقي. آه. قصده في نعم ان هو هيلعب في الابعاد كده بتاعت الخزان. لا مش هيلعب في ابعاد الخزان ولا حاجه. ال ال داش لو انت حسبتها على 10 و8 من 10 هي اياها ان انا احل على المساله على 11، مش هتفرق معايا خالص. تمام ماشي. ما هو ماشي، ما انا بقول لك هي الارقام بس هتختلف شويه، بس ده مش هيأثر حاجه في التصميم. الناس معايا يا شباب ولا مش معايا؟ هي مش هتأثر معاك حاجه في التصميم. يعني بدل ما الدي طلعت معاك مثلا ب 4 و6، انت قصدك تقول ان ممكن لما هو ياخدها 11 الدي تطلع مثلا ب 4 و7 من 10، صح؟ ايوه ماشي. مش هتفرق حاجه، مش هتفرق حاجه خالص. ماشي يا هندسه.
واضحة ولا يا شباب؟ واضح تمام يا باشمهندس. طيب تاني خطوة كنا بنعمل ايه؟ كنا بنجيب يبقى ده حجم الايه الدايمنشن عندي 10 8 في 10 8 في 4. ها تاني خطوه كنا بنجيب الباور معايا كده. عايز تبتدي بالاريا بدال ابتدي بالاريا بدال. هو برده الموضوع مش ترتيب قران برده اللي يعجبك. عشان اجيب الباور استخدم سمع المساله معايا استخدم القانون القصير ولا القانون الطويل؟ اسهل لك واحسن لك القانون القصير. القانون القصير بتاع النيو اهو اللي بيقول ان النيو في الفي داش في جي ان تربيع. النيو عندنا الفي داش بكام؟ ها الفي داش بكام جاوبني؟ الفي على الجي النمبر وجي في اللي هي تبقى كام عندنا في المساله دي؟ اديني ارقام يا باشمهندس. 2 2 ايه 2 2 عندي جي. لا اديني ارقام يعني انت المفروض تقول لي اضرب يا باشمهندس 10 و8 من 10 تربيع في 4 واقسمها على 2. برده هنا كان حد سالني بالظبط هنا كان حد سالني طب اخد يا باشمهندس الارقام اللي طلعت لي النهائيه ولا اشتغل على 462 96 من 100؟ قلت له ده عادي ده عادي يعني ده صح وده صح بس هي الفكره المفروض تشتغل على الناتج الاخير بس ده صح وده صح. ها تمام يا رجاله؟ تمام هندسه. طيب تمام يبقى احنا كده جبنا الفي داش الجي ان. والله يا باشمهندس مره وانا بشتغل على ان انا اجيب بي واحد احط الجي بكام؟ ب 35 صح كده يا شباب. ومره وانا بجيب بي 2 احط الجي ب 25 وما تنساش ان الجي متربعه ما تنساش ان الجي متربعه. ها مفهوم يا شباب؟ طيب البي توتال الباور توتال ساعات بيجي يقول لك احسب لي التوتال باور فالدكتور ممكن يعني ممكن هنا يبقى في مثلا ايه تدقيق شويه في التصحيح ويقول لك هو ما حسبليش بي توتال ليه؟ يعني عايزك تجمعهم يعني وبجمعهم بي 1 زائد بي 2 زائد 3 على حسب. طيب يا باشمهندس البدال كونفجريشن البدال كونفجريشن عندنا قانون الاريا بدال عشان اجيبه هو هنا ايه انا في الحل نطيت على طول بس عشان اجيبه جيت احسب الاريا بدال لقيت ان الاريا بدال مش هتتحسب معايا عشان الزد مالها الزد متغيره صح ولا لا؟ تمام تمام معلش يا شباب بس اكمل يعني في ثواني كده يا شباب انا هقفل الموبايل بس عشان الناس اللي بتتصل دي ثواني معايا يا رجال معايا يا شباب الاريا بدال لو جيت اعوض فيها هلاقي ان الاريا بدال بتقف معايا بتعطل ليه؟ لان ان داش في الزد في الان داش ها في الان هلاقي ان الزد عندنا مالها؟ الزد عندي مالها يا شباب اتكلم معايا ها الزد عندنا مالها؟ مالها؟ متغيره فهوقف عليه هقوم موقف المساله ومسميها ستار المعادلة دي موقفة ورايح معوض في القانون التاني للباور فهنا انا كأني اختصرت شوية انت فاهم؟ حل باللي يعجبك حل برضو بالطريقة اللي تعجبك للدكتور في الامتحان المهم ان حلك يكون مرتب وواضح وما تنساش حاجة. جبت البي ان القانون التاني بتاعه اللي هو عبارة عن نص سي دي في روتر في اريا بدال في الفي بي انا عارف ان البي محسوبة معايا اللي هو الطرف اللي على اليسار محسوب برقم مرة ب 291 ومرة ب 148 بيساوي نص معايا السي دي ب 1.8 ها الروتر مداني في المساله او ب 1000 في الاريا بدال هي دي اللي انا عايز اجيبها في الفي بي تكعيب الفي بي بكام؟ ها الفي بي بكام جاوبوني؟ الفي بي ثلاث ارباع السرعه ثلاث ارباع السرعه الحقيقيه فهي ب 1 فتبقى الفي بي ب 75 من 100 متر على الثانيه صح ولا لا؟ جبت الاريا بدال جبت الاريا بدال مره لما بعوض بالبي 1 اللي هي ب 291 ومره لما بعوض بالبي 2 ب 148 ها تمام يا رجاله ولا ايه؟ تمام خلاص كلام جميل يبقى انا هنا ارجع اعوض في قانون الاريا بدال واركز بقى الان داش بكام؟ ب 3.3 الان داش عدد الريش في الالواح بكام؟ ب 4 عدد البدالات في الصفه اللي هي نفس الجي كام؟ اتنين يا هندسه اتنين اوعى تغلط الله ينور عليك يا هندسه اتنين تمام ويبقى الزد هي اللي مجهوله مره اجيب الزد واحد ومره اجيب الزد اتنين الزد واحد طلعت مره ب 3 سم ومره طلع ب 1.5 سم طيب الروتيشنال سبيد كان طالبها برضه الروتيشنال سبيد هنا انت متوقع ان تتحسب كام مره؟ مره واحده ولا كذا مره؟ مره واحده لان هي بي واحد الله يفتح عليك مره واحده بالقانون اللي هو بيقول ان الفي بي
الاوميجا بتساوي الفي ترو على الباي في الدي، بس اضربها في 60. لو ما ضربتش في 60 بتطلع ار بي اس لفه في الثانيه، لو ضربت في 60 هتطلع لفه في الدقيقه. الناس فاهمه يا شباب ولا ايه؟ ايوه تمام. هنا انا بفكرك تاني، انا منين جبت الدي؟ قطر الدورات. انت هتلاقيني فوق كاتبها بالقلم الرصاص خفيفه هنا كده شويه اهي، شايفها ولا لا؟ الصوره بتتحرك ولا ثابته؟ لا لسه ثابته. تمام. انا فوق في الدايمنشن جبتها لما كانت الصوره ثابته، والباشمهندس قال لي انت ما نقلتش لها الاريا بدي. ها شفتوها يا شباب كده ولا لسه الصوره فيها مشكله؟ ولا لسه الصوره فيها مشكله؟ اه ظهر. تمام تمام يا شباب. انا هنا بس تاني عدتها لك تحت. تمام انا هنا تاني عدتها لك تحت علشان بس اقول لك هي جت منين. جبنا الاوميجا وجبناها مره. شوف انا هنا بقول لك لو ضربت في 60 بتطلع ار بي ام لفه في الدقيقه. ها معايا يا شباب ولا ايه؟ تمام يا باشمهندس. طب كده احنا خلصنا يعتبر افكار الميكانيكا. قلنا فكره الخزان اللي هو الاسطواني، وقلنا فكره الخزان اللي فيه كذا جزء، والنهارده كمان فكره ثانيه برضو ان شاء الله لو كده ممكن السكشن، بس مش الجاي بتاع بكره ده، ممكن اللي بعديه اقول لكم فكره كمان من افكار الامتحانات القديمه. واللي عنده افكار او عنده اسئله يبقى يقول لي. ها تعالى بقى نقول مهندس. نعم. في مساله في الشيت تقريبا ما اعرفش انا فهمتها صح ولا لا، بس كان السرعه والمساحه الاثنين متغيرين، ما كانش في حاجه ثابته فيه في الشيت. اه لا المساله دي فيها مشكله. طب هرجع هقولها لكم المره الجايه. حاضر. هي المساله دي فيها غلطه واحنا المفروض كنا نصححها، واعتقد ان المهندس خالد والمهندس زمزم قالوا للناس في السكاشن، يعني يمكن انا نسيت اقول ان المساله دي الفي فيها هي اللي ثابته مش متغيره ولا حاجه. وقت منه كان يعني اجبرنا على جي معينه وعلى بدل كونفيجريشن على على عدد ريش معينين، فغصب عني لقيت المساحه بتتغير والسرعه بتتغير، لان الجي اللي هو كان فرض لي بيها ديت ما كانش ينفع تخلي السرعه ثابته. تمام تمام فاهم قصدك. هي فعلا فيها غلطه في بيانات المساله، بس هستاذنك هندسه برضو ابعتها لي على الواتس سكرين شوت حتى كده. تمام بعد السكشن يعني بعد السكشن. كلمة ببعت الشيت ده تلم. ماشي يا شباب نكمل. تمام يا رجاله. تمام يا سن. معايا يا شباب. احنا كنا قلنا ان احنا ممكن نستغل ان الميه تعمل ليها تقليب ذاتي وتقلب نفسها بنفسها بدل مصرف فلوس. انت عارف طبعا ان دلوقتي التوجه ان انت توفر الطاقه وتوفير الطاقه وحاجه تكون صديقه البيئه وبلاش انت فاهم قصدي في القصه والترند ده. هو ده برضو اتجاه في المحطات بالامانه يعني، ومش من دلوقتي ده، عايز اقول لك من زمان هم عايزين يخلوا يوفروا الطاقه بدل ما نصرف على المحطه دي طاقه وفلوس وبتاع، ده كفايه العماله اللي هي شغاله فيه. فعشان كده بدل ما اشغل مواتير تعمل تقليب بطيء، طب وعلى ايه؟ لا انا ممكن اعمل خزان واقسمه بمجموعه من الحوائط المتوازيه اللي هي على مسافات تقسيط معينه، واقسمه المجموعه من الاجزاء بحيث ان الميه يقعد يحصل لها تقليب ما بين كل جزء والتاني من المدخل للمخرج، ويبقى كده الميه حصل لها التقليب البطيء ذاتيا. صح ولا انا غلطان؟ تمام يا باشمهندس. تمام. طيب يا شباب احنا قلنا في الاول فكره الميكانيكال، وبعدين داخلين على فكره الهيدروليك. خزان الهيدروليك او خزان التقريب الهيدروليكي، في كتير مننا اللي هيخش مشروع صحيه هيستخدمه عنده في المحطه، هيصممه في المشروع، لان ده اللي موجود بره بالامانه، ده اللي موجود بره بنسبه 95% او 98% كمان. يعني لو مسكت كل 100 محطه هتلاقي 98 منهم شغالين بالهيدروليك، نظام الهيدروليك. تمام كده؟ بس ما اكذبش عليك، في مميزات وعيوب هنا وفي مميزات وعيوب هنا. يعني برضو لو احنا جينا نتكلم فيهم في عجاله كده قبل الايه؟ قبل السكشن يعني قبل المسائل. ايه هي العيوب والمميزات؟ في المميزات بتاعه الميكانيكال ان انا بعمل تحكم لسرعات التقليب، وعندي تحكم يعني بشكل جيد، تحكم جدا في سرعه التقليب للميه وكده. ولكن يعيبه العيب بقى اللي فيه ان هو مكلف وان هو بيستهلك طاقه. وانت رايح على الهيدروليك اعكس دول، لان ساعات الدكتور بيجي يطلب منك قول الادفانتج والديس ادفانتج ما بين ده وده. ها فاهمني يا رجاله ولا ايه؟ فانت هنا لما تيجي تتكلم عن مميزات وعيوب الهيدروليك اعكس بقى. يعني مثلا لما كنت بقول ان ميزه التقليب الميكانيكي ان التحكم فيه جيد، او انا عندي تحكم في التقليب، هنا
التحكم في التقليب غير جيد، لان انا معتمد على المية، صح ولا لا؟ انا هنا معتمد على المية اللي تقلب نفسها بنفسها. ها حصل بقى هيدروليك جام، حصل في ان الفلو بقى مش لينير اللي هو الشغل بتاع الهيدروليك، حصل اضطراب في المائع او في السائل او في المية يعني نتيجة حاجة معينة، انت واخد بالك؟ هتعمل لي دربك. فالتحكم هنا مش جيد، بس في ميزة ان هو موفر للطاقة وغير ومش غالي ورخيص، رخيص التكاليف، لان ما فيهوش اعمال صيانه ولا اي حاجه ولا استهلاك وقود او طاقه. مفهوم يا رجاله؟ طيب الخزان بتاع الهيدروليك منه نوعين، هوريزونتال تايب وفيرتيكال تايب، يعني حاجه بشكل راسي وحاجه بشكل ايه، بشكل افق. معايا شباب ولا ايه؟ الناس معايا ولا ايه يا شباب؟ احنا المقرر علينا النوع اللي هو الهوريزونتال الافق. يعني تخيل معايا الرسمه اللي قدامنا دي، ان ده خزان وده بلان. شوف انا مش هقول لك وقال لك البلان، يعني زي الاوضه اللي انت قاعد فيها دلوقتي، جيت من عنده، هي الاوضه دي عباره عن اربع جدران، جيت من عند جدار قمت مدخل الميه وقمت عامل مقسم الاوضه دي لثلاث اجزاء بالطول كده. يعني ثواني كده خليني ان انا ارسم لكم رسمه برضو توضح اللي انا عايز اقوله. معايا شباب؟ تخيل كده معايا ان انا جيت على الاوضه دي، ماشي. تخيل كده انا جيت مع تخيل كده معايا ان انا جيت على الاوضه دي وقمت مدخل الكيو انلت من هنا كده، الصوره ثابته ولا بتتغير؟ لا ثابته يا باشمهندس. طيب انا والله قاعد جنب الراوتر، مع ان سيكشن انشاءات الصبح قبل الصلاه كان الدنيا فيه لذيذه يعني، بس هو النت بقى بعد الصلاه. طيب تمام الناس طب الصوره كده اعتقد جت صح؟ تمام يا شباب. ادي هنا مدخل الميه من هنا ومخرجه من هنا، هبدا اعمل ايه؟ هبدا اقسم الخزان ده كذا جزء. كده ها؟ يعني كاني بقول ان الخزان ده برضه كذا جي. يعني خد بالك انا باختياري ان انا بقسم الخزان كذا جزء، كاني برضو بقول ان هنا عندي كذا جي، كذا جي للتقليب. اتقسم قدامك ولا لسه الصوره ثابته؟ اتقسم. تمام تمام يا رجاله. هبدا اعمل مسافات او حوائط كده بالشكل اللي قدامي كده، وما بينهم مسافه صغيره جدا. شايف المسافه؟ المسافه ضيقه قوي من كل حائط والتاني، صح ولا لا؟ ولسه ما ظهرش. وده النوع الفيرتيكال والهوريزونتال يا باشمهندس. ده هوريزونتال، ما هو ده بلان. وهقول لك ليه. طب ثواني كده انا هجاوبك على كل الاسئله. ظهرت كده ولا لسه يا شباب؟ ايوه ظهرت يا هندسه. اهو انا هنا بقى مدخل الميه. خليني اختار لك لون تاني. هنا كده الميه داخله من المكان اللي هنا صح؟ هتبدأ المية تلف حوالين الحيطان كده. شايف الأسهم ولا لسه؟ تمام ظاهرين. شايف حركة المية؟ جاوبني كده لما أقول لك إن ده بلان، حركة المية هنا هوريزونتال ولا فيرتيكال؟ هوريزونتال. هوريزونتال عشان كده اسمه ده هوريزونتال تايب. وكمان شوية أقول لك إزاي يبقى فيرتيكال تايب، بس كمل معايا. المية كده عدت أول جزء اللي ليه جي واحد، صح ولا لأ؟ تمام. شايفين الجي واحد ولا لسه ما انكتبتش؟ ايوه. بعد كده هتبدا تعدي وتروح للجزء اللي ليه ايه؟ جي 2. طيب يا باشمهندس بالراحه بقى، هو في الميكانيكال كانت الجي واحد اكبر من الجي 2 اكبر من الجي 3 وهكذا، صح كده ولا لا؟ انا برضو هنا في الهيدروليك عايز سرعه التقليب في الجزء الاول تبقى اكبر من الثاني اكبر من الثالث، يعني السرعه عماله بتقل جهه المخرج. طب ده يحصل ازاي؟ بان انا بوسع المسافات ما بين الحيطان اللي المايه بتعدي ما بينها. زي ما انت شايف يعني لما ضيقت المسافات ما بين الحيطان في اول جزء او في اول بارت، ها خلت ان المايه عماله بتجري 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 بسرعه وبتخبط جامد، فانا عمال بعمل تقليب قوي. انما لما وسعت المسافه شويه في الجزء الثاني خلت التقليب يبقى مريح شويه. ها صح ولا لا؟ تمام يا باشمهندس. الفوق ده بيبقى عالي.
هندسه. الله يفتح عليك، ما انا لسه جاي لك، انا لسه جاي لك، بس ثواني هكملك هندسه. اتفضل. ثواني هكملكم بعد اذنكم. بعد كده هعمل ايه؟ هبدا اوسع المي المسافات جدا ما بين الحيطان في الجزء الثالث، بحيث ان الجي 3 تبقى مالها تبقى قليل. يبقى انا عندي هنا جي 1 اكبر من جي 2 اكبر من الجي 3، تمام كده. والميه تخش وتخرج، تقعد برضو الزمن بتاعنا اللي هو من 20 الى 30 منت. ها واضح ولا مش واضح؟ طيب انا من شويه كنت بقول لك مميزات وعيوب هنا، قلت لك ان المميزات ان انا هوفر في الطاقه، العيوب ان التحكم قليل. ضيف في العيوب ان الفاقد في الميه هيبقى كبير جدا، وانا بحيي الباشمهندس اللي قال لي ان فاقد الميه هنا هيبقى كبير جدا. الراجل ده فاهم هيدروليك. ها تمام كده. يعني ايه؟ تخيل يا باشمهندس انت كنت عمال بتغني وبتقول ان الماسوره بتاعه البيت عندنا اللي هي اللي طالعه في الموتور اللي انا جايبه عشان تطلع لي الميه في الدور الثاني مثلا اللي انا قاعد فيه فيها فاقد، ما بالك بقى ميه عماله بتخبط بكميات كبيره ما بين حيطان. شوف انت ممكن يبقى عندي كام حيطه، انت ممكن توصل ان الجزء الواحد في مثلا عندك فيه 20 حيطه ل 30 حيطه في الجزء الواحد، انت فاهمني؟ فانت متخيل بقى الميه عماله كم الميه عماله بتحك كده في الحيطان وبتدي جزء منها للحيطه، يعني الحيطان دي هتبقى مبتله فهتاخد جزء كبير من الطاقه، فالفاقد في الطاقه هنا عندي كبير، الفاقد في طاقه الميه هنا عندي كبير. واضح كده يا شباب؟ تمام. طيب ده اللي انا بقى عايز اعمله معاك النهارده، عايز اصمم. يعني ايه اصمم؟ اول حاجه اهو، اول حاجه ان انا احسب عدد الحوائط اللي هي number of baffles للجزء الاول والجزء الثاني والجزء الثالث وهكذا على حسب هي كام جزء. معايا كده شباب؟ اثنين، احسب مسافه التقسيط. طبعا انا عايز اقول لك على حاجه، انت طبعا اكيد هتبقى فاهم اس 1 واس 2 واس 3، بس عايز اقول لك حاجه بقى، الشاشه الاول اتحركت قدامك ولا ثابته؟ لا لسه ثابته. تمام. عايز احسب تاني على ما الشاشه تتغير ان 1 وان 2 وان 3 اللي هي number of baffles او عدد الحوائط، وبعدين عايز احسب بعدها مسافات التقسيط اس 1 واس 2 واس 3. ها كلام جميل كده. عدد الحوائط انت تقصد في كل جي؟ يعني في كل جي. الله يفتح عليك. بصوا بقى، هو لما يكون عندي الرسمه دي وبالميكانيزم اللي انا قلته لك وشرحته لك ده، ده يقول الشرح اللي انا قايله لك ده ان لازم عدد الحوائط ان 1 يبقى ماله في الجزء الاولاني، يبقى ماله على الجزء الثاني على الجزء الثالث الثاني والثالث. الله يفتح عليك بالظبط. يبقى انا عندي هنا، خد بالك بقى من حاجه اهو، يبقى انا عندي ان 1 اكبر من ان 2 اكبر من ان 3. الشاشه ظهرت ولا لسه ثابته؟ معايا؟ طب ده يقول كمان ان مسافه التقسيط اللي اسمها اس في الجزء الاولاني هتبقى عامله ازاي عن الجزء الثاني عن الجزء الثالث؟ جاوب. اصغر من اقل من، الله يفتح عليك، هيبقى اس 1 اقل من اس 2 اقل من اس، صح ولا انا غلطان؟ تمام يا هندسه. فهمنا كده هنعمل ازاي او المساله ماشيه ازاي؟ ما انا راجل بصمم، انا اللي راجل، يعني انا اللي هخترع او هكريت الخزان ده، فانا لازم ابقى فاهم ايه اللي الدنيا فيه ماشيه ازاي. اضيق هنا عشان السرعه تعمل كده، اوسع هنا عشان تبقى مش عارف ايه. طب عشان اضيق يبقى عدد الحيطان اكيد هيزيد، مسافه التقسيط هتقل، وهكذا وهكذا وهكذا. ها الناس فاهمه يا شباب؟ تالت حاجه، تالت خطوه، حساب الفواقد HF1 HF2 HF3 بيسمى HF او HS، معايا اللي هي الفواقد يعني. يبقى انا عندي ثلاث خطوات في المساله دي محتاج ان انا امشي فيها. ها انا عايز اقول دي اسطمبه مفيش فيها افكار. باشمهندس نعم هندسه نعم. عدد الحوائط هنا في الجي 1 بتبقى يعني 2 اس يديني حائط واحد ولا ايه؟ يعني 2 اس يديك حائط واحد؟ يعني مسافات التقسيط هنا بس دقيقه بص يا اتفضل.
هو انا هنا هديك قوانين هتحسب لك الحاجات دي كلها، هتحسب لك الاس والان بمعلوميه الابعاد برضو مفيش مشكله. فيعني انت بديني لحظه كده واجاوبك على السؤال ده. طيب اتفضل. ماشي يا شباب، تعال نرجع بقى. دي الرسمه اللي قدامنا، والمفروض كده ان انا فهمت الرسمه دي ماشيه ازاي. ها ممكن هنا يبقى شويه كلام بقى، ممكن ايه فيما معناه انا قلته بتاع، يعني انت فاهم. خش مع الديزاين. اول حاجه في الديزاين، ها اول خطوه ال V بتساوي Q. طبعا الخطوه الاساسيه بتاعتنا، اي خزان في الدنيا داخله تصرف، عايز تعرف الخزان ده اضرب التصرف في الزمن اللي الميه دي المفروض ان الكلام ده يتحول ل V في اللي في الدي، يبقى انا جبت الابعاد. تاني قانون يحسب لي عدد البافلز، ومعلش يا ريت ترجع للدكتور القوانين دي هتحفظها ولا هتجي لك. انا اعتقد بنسبه 99% الدفعات اللي فاتت كان الدكتور عمال بيقول هيجيبها لكم، هيجيبها للناس يعني، فاعتقد برضو ان هو هيجيبها لكم هنا، مش هيسيبك تحفظها معايا، لان القانون رخم وطويل وهو يعني امبيريكال برضو، ملوش اثبات او ملوش طريقه معينه جت منها او حاجه. ها هو كان الدكتور تقريبا قال انه هيدينا القوانين دي، هو هيديها لكم ان شاء الله، هيديها لكم. تمام كده. النمبر اوف بافلز ده هنا انا سميته ان ان. ليه ان ان؟ عشان انا هحسب الحوائط لكل جزء، هحسب ان واحد وان اتنين وان تلاته، عشان كده سميتها ان ان. هيبقى عباره عن قوس كبير، بس خد بالك متاخد له الجذر التكعيبي، عشان كده تلاقيني حاطه قصه كام؟ قصه تلت. معايا ولا ايه؟ القوس ده جواه حاجتين مضروبين في بعض، جواه قوس مضروب في قوس تاني. القانون ده عباره عن حاجه متاخد لها الجذر التكعيبي. الناس شايفه قصه تلت ولا مش شايفينها؟ ممكن تقلب التليفون يا هندسه عشان. حاضر حاضر حاضر. واضحه كده عندكم؟ انا قلبت التليفون لسه بيقل معايا يا شباب. الناس واخده بالها ان القانون متاخد له قصه تلت؟ ايوه. كلام جميل. يبقى هنا عندي قصة تولت، يبقى هنا عندي القانون متاخد له قصة تولت، هو حاجتين مضروبين في بعض. اخد بالي ان القوس الاولاني 2 ميو في التي، التي هنا اسمها تي ان، ده يا باشمهندس زمن البقاء لكل جزء، لكل اوضه، لكل جزء في الاوضه او في الخزان. يعني لو انا عندي زمن البقاء للمساله كلها، للمساله كلها اللي قدامنا دي مثلا 30 منت، الصوره اتغيرت، انا رجعت تاني للصفحه اللي هي اللي فاتت اللي هي فيها الخزان مرسوم. لا يا معايا نمبر اوف بافل لسه موجوده. لو انا مديك ان زمن البقاء للخزان كله 30 دقيقه، وقدام الخزان زي الرسمه اللي هتظهر لك دلوقتي الخزان ثلاث اجزاء، يبقى هنا التي ان دي المقصود بيها كام دقيقه؟ ال 30 كلها بتاعه الخزان ولا المفروض 10؟ لكل مكان في كل مكان 10. هو بيفترض هنا ايه في القانون ده؟ ان الميه هتقعد في الخزان كله 30 دقيقه، يعني معنى كده الميه قعدت في الجزء الاول 10 دقائق، وبعدين قعدت في الجزء الثاني 10 دقائق، وبعدين قعدت في الجزء الثالث 10 دقائق، وقامت ماشيه طالعه من الخزان. يبقى الزمن الكلي في الخزان غير زمن الجزء. الصوره متغيرت ولا لسه ثابته؟ احنا لسه الصوره ثابته عند تي ان. يا باشمهندس احنا كده عمالين نتوه والله، الشاشه مش ماشيه مع الصوت خالص. طب المشكله دي والله مثلا مش لاقي لها حل. هو حلها حاجه، حلها حاجه ان انتوا بيبعت لكم ملف البي دي اف قبلها بيوم، صح؟ ايوه احنا طبعين يعني، بس أيوة. الكلام في حته والصوره في حته وانا يعني في حته ثالثه. لا انت سيبك يعني، خلي تركيزك في الكلام بالدرجه الاولى يعني، خلي تركيز. احنا اصل ده وضع احنا مجبرين عليه يعني. انا خد بالك انا تعبان برضو، مش مبسوط يعني، دي حاجه مش بسطاني والله، انت واخد بالك؟ وعارف ان الصوره بتتاخر، وبتتاخر لما السكشن بيبقى وقته متاخر كمان. يعني انا بقول لك سكشن انشاءات الصبح اللي كان الساعه 9 الصبح الدنيا فيه كانت لذيذه شويه. يعني شوف حضرتك يا باشمهندس لسه الصوره بتاعت الخزان جايه حالا اهو. معلش انا مثلا اتجاوز على المشكله دي، لان زي ما بقول لك انت متضايق مننا، انا متضايق مننا كمان. انا بستناك والله يعني، انا ما بجريش، انا بستناك. ها فهنا لما يجي يقول الزمن الكلي في الخزان كله 30 دقيقه، معنى ان كل جزء بيقعد فيه 10 دقائق. يبقى التي ان اللي في القانون اللي هناك اللي انا لسه هروح له دلوقتي تاني، التي ان دي يا شباب يبقى المقصود بيها الزمن في الجزء الواحد. وانا كاتب لك فوقها اهو، هنزل اهو تاني
كاتب لك فوقيها سكند، يعني بقول لك افتكر ان انت تجيبها بالثانيه، مفيش حاجه اسمها الدقائق تكون شغال بيها في المساله. الكلام ده يتقسم على كثافه الميه، ارجع تاني للقانون سواء في الورق بقى عندك او على مش ارجع للقانون اللي في الورق اللي انت طابعه، مقسوم على الرو مضروب في قوس 1.44 في اف، اف ده معامل الاحتكاك هيدولك في المساله. ها الكلام ده ينضرب في قيمه ثانيه او في قوس ثاني، القوس الثاني ده متربع. انا عارف ان تعويض القانون ممكن يبقى رخم شويه بس القانون نقطه، فالراجل مش بيقول لي احفظه، الراجل بيديهوني فانا لازم اعوض صح. الدي في ال في جي ان على الكيو الكل تربيع، الدي دبس الخزانه هيديهولك، ال ال طول الاوضه او طول الخزانه هيديهولنا. ها معايا كده يا شباب؟ الجي اللي هو مين؟ اللي هو جي للمساله اللي هو هيديهالي برضه هيديهولك معايا على كيو تصرف الكل. هو هيبقى مديني بتاع الجزء ولا بتاع الجزء؟ اه من غير مسمى كده. لا يا الناس من غير مسمى لك جي ان اهي، يعني معنى كده ان هيبقى للجزء. اقصد يعني هيديني جي متوسط وانا اجيب فوق وتحت ولا هيديك الجهات كلها؟ هنا بص يا هندسه، هنا هيديك الجهات كلها للمساله كلها. اه تمام 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 واضحه يا شباب؟ طيب تمام. ده كده القانون اللي انا هقدر احسب منه ان واحد او عدد الاجزاء او عدد الحوائط قصدي في الجزء الاول والجزء الثاني والجزء الثالث. القانون اللي تحته مش الصوره كده تمام معايا ولا الصوره متاخره لسه؟ تمام يا هندسه. القانون اللي هو القانون رقم 3 اللي هيحسب لك مسافه التقسيط. هو انا لما اجي اقول لك طول الخزان يا باشمهندس في الرسم مثلا 20 متر وعدد الحوائط في اول جزء مثلا 30 وعدد الحوائط في الجزء الثاني 20 وعدد الحوائط في الجزء الثالث 10 لان الحيطان بتقل، تقدر تجيب مسافه التقسيط ولا اه يا باشمهندس ده حاجه مباشره، ده انا هقوم اقسم ال على ال على طول، بس عندي شرط الكود حددوه لي ان لازم مسافه التقسيط ما تقلش عن 45 سم، يعني لو طلعت اقل من 45 سم خدها ب 45 سم. ها معاك ان الاس واحد هجيب الاس في اول جزء هتبقى مالها ان من مسافه التقسيط في الجزء الثاني. ثواني يا هندسه معلش بعد اذنك، مسافه التقسيط في الجزء الثاني هتبقى اكبر شويه، مسافه التقسيط في الجزء الثالث هتبقى اكبر خالص. ها نعم يا هندسه بقول لو طلع لو طلعت اقل من 45 سم اعملها 45 وارجع من جديد بس اشرح الحوائط يعني ايه تجيب من جديد. يعني مثلا ال 20 جابت لي 30 سم المفروض ده لا 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 حطها ب 45 وخلاص بالعدد اللي طلع لك تمام ما ترجعش تجيب من جديد ولا حاجه. نعم يا هندسه ازاي يعني لو مثلا طلع لي 30 سم وخليتها 45 ما كده لان هيقل؟ انا بتكلم يا هندسه انا بتكلم كمساله في امتحان، انما لو الكلام ده في مشروع لا لازم ترجع تاني. ما هو انت فرق معايا يا شباب، ده اللي انا اقصده ان ما ترجعش تعيد تاني في المساله في اللي أيوة في أيوة في المشروع ماشي مش هحسب تاني. فاهم قصدي؟ فاهمين قصدي؟ اه ما ترجعش تحسب تاني ان تمام تمام ايوه وصلت معايا يا شباب. طيب ده ثالث قانون. رابع قانون والاخير ان انت تحسب الفواقد الهيدلوسز. الهيدلوسز اللي عندك كام؟ نعم الصوت بيقطع مش بالان تقريبا يعني عشان نبقى العدد مظبوط ولا نشوفها في المساء. ايه 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 تاني كده هندسه؟ وانا بجيب الاس يعني هندسه مش المفروض انقص واحد اس او ازود واحد يعني علشان الرقم يطلع مظبوط ولا ايه؟ لا 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 ولا هتنقص ولا هتزود. بص هندسه عدد الحيطان اللي مديها لك دي الحيطان البينيه اللي هي الجدار اللي على اليمين والجدار اللي على الشمال مش محسوب، انت فاهم قصدي؟ فلما اقسم ال على عدد الحيطان اللي جوه دي كده هي طلعت مظبوطه. تمام يا هندسه معايا. الهيد لوسز بقى اللي عندنا هنا الميو في التي قانون برضو بيجي لك في الامتحان انت مش بتحفظه. ميو في التي في الجي ان تربيع على الرو في الجي، الجي تحت اللي تحت دي عجله الجاذبيه انما الجي اللي فوق دي سرعه التقليب. تعال نفهم بمساله تعال نفهم بمساله عشان برضو اللي عنده مشكله في التخيل شويه. ها لسه ثانيه واحده القانون لسه ما جاش. طيب ماشي انا مستنيكوا حاضر باشمهندس. نعم المفروض ان انا كده بهمل سمك الحوائط البينيه دي، انا لو قسمت الطول على الاس على الان اسف بهمل سمك الحيطه نفسها. اه تمام المفروض اخد معايا السمك في الاعتبار لان هم في الجي واحد مثلا عددهم هيبقى كبير فالسمك هياثر معايا بشكل ملحوظ. بص يا هندسه
اول جزء خالص. بص يا شباب، طب الصوره اتغيرت ولا ما اتغيرتش؟ احنا كده قدامنا اللي هو الاتش ان. قدامكم ايه؟ اتش ان الفواقد. الفواقد حلو حلو. شوف الرسمه اللي تحت دي، في رسمه تحتها ولا لسه ما جاتش ما ظهرتش رسمه المساله؟ ظهر جزء منها لسه كده. حلو حلو. في الجزء اللي ظهر قدامك، بص يا شباب، في الجزء اللي ظهر قدامك ده، انا هنا مدخل الميه بطريقه كان انا مش حاسب الجزء الاولاني، يعني اول مسافه التقسيط مش محسوبه معايا، فالرقم اللي يطلع لك في عدد الحوائط ده اللي ال اقسمه عليها وخلاص. ها واضح شباب؟ لا تاني كده هندس، تاني الكلمة يا باشمهندس اللي بيسألني بيقول لي ان عندي سمك الحيطة هيخش ولا مش هيخش، وازود واحد ونقص واحد. القصة اللي انتوا بتقولوا لي عليها دي، انا بقول لك هي اولا مش فرقة، هي اولا مش فرقة. ده رقم واحد. رقم اتنين، انا هنا في الجزء بتاع المدخل لا بعتبر الحيطة الاولانية معايا ولا بعتبر سمك الحيطة معايا ولا مسافة التقسيط الاولى معايا، يعني انا اكني ببتدي من بعدها. يعني الطول بتاعي كده كده من بداية المخز لآخر، من بداية نهاية الحوض ده بالظبط مش فرق. نحل المسألة شباب، نحل المسألة مش ممكن ولا لسه حد عنده؟ طيب المسألة اللي قدامنا اللي هيظهر منها جزء قايل لي، خد بالك المسألة بتاعت الهيدروليك فلاكوليشن ما بتجيش مرسومة، ركز معايا. المسألة بتاعت الهيدروليك بس خد بالك هو بيوصفها كأنها مرسومة وأحسن. انت عارف ليه ما بيرسمهاش يا شباب؟ ها انت عارف ليه ما بيرسمهاش؟ لأنها تافهة، لأن مش مستاهل أصلا اللي يرسمها لك، لأن المسألة أصلا سهلة مش مستاهلة. المسألة اسطمبة ثابتة، ده دليل إن هي مسألة تبقى سهلة أو اسطمبة ثابتة طالما ما بتترسمش. صح ولا أنا غلطان؟ أنا بس راسمها هنا في المثال للتوضيح. قال لي إن أنا عندي هيدروليك بافلد تشامبر. كلمة هيدروليك بافلد تشامبر يعني خزان تقليب بطيء هيدروليكي. واضحة ولا لأ؟ أكتبها لكم، اكتبها عندك يا هندسة. هيدروليك بافلد تشامبر. الصورة اتحركت عندكم ولا ثابتة؟ ثابتة. هنجم هنجم مكتوب سامسونج نوت كده واللوك. معلش انا اسف فعلا في موضوع ان الشاشة بتتأخر، بس والله يعني غصب عني حاولت احل الموضوع ده ما بيتحلش. احنا رايحين يوم اتحدى باشمهندس، لو سلمي ممكن يقابلك يشوف اللاب. والله هو الراجل يعني اتصل بيا مرتين انا فاكر، او مره وانا اللي يعني قلت له مش موجود في الكليه. طب باقي الابعاد هندسه، باقي الابعاد ايه اللي هي عرض المجرى نفسه الواحد والفتحه نفسها اللي المايه تمشي منها اللي هي المسافه، يعني انت قصدك الحيطه مش مكمله لحد النهايه صح؟ عشان ما تطلع. لا دي مسافه عاديه بتتاخد. لا 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 بتتاخد دي بقى في التنفيذ عادي، تتاخد نص متر ولا 70 سم، ما تقلش عن نص متر او 70 سم. فاهم قصدي؟ حاجه بس حاجه ما تعدي منها بس وخلاص. ايه الجدار نفسه كام والعرض كله كام؟ لا 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 خد بالك الكلام ده بقى. بص هندسه، بص هندسه، انت راجل بتاع مدني، خد بالك انت لما ربنا يكرمك وتيجي تشتغل هتلاقي في مكتب الصحيه واحد اسمه مهندس صحي، يعني كل وظيفته، يعني مثلا انا جات لي شغلانه قبل كده الليفيت التانك اصممه صحي، صممته صحي بس. الكلام ده بيروح بعد كده لمهندس انشائي يصممه انشائي، يقعد بقى يحط موديل الزلازل ويقعد يحط مش عارف ايه ويعمل الرافت بتاعت الخزان. فاهم قصدي؟ عرض المايه بتاعي قال له ان هو نص متر وخلاص. طب والتقسيمه بتاعه ايوه، انما انت لو بتتكلم عن بالظبط يعني الناس زي فكره الصمب اللي في الانتيك، هي المايه كانت فيها يعني لحد قلت لك بنعمل فري بورد كده فوقها، يعني باخد حسابي فري بورد فوقها، الراجل اللي بيصمم خرسانه اللي يبقى فوقها نص متر ولا حاجه. مش في كده، انا بتكلم ان مثلا المجرى نفسها اللي هي لكل جي، كل جي بتاعتي في مجرى صح متقسمه بحوالي نفسها بقى حتى بالجزء اللي هو المايه تعدي فيه قد ايه.
والله انا فاهمك يا هندسه. طب تاني لان الصوت كان بيقطع برضه. يعني انا بقسم الحوض على 3 مثلا، لو عندي 3 جي بقسمه على 3 بالتساوي واقول خلاص يبقى كل حته. ايوه بتقسمه على 3 بالتساوي. انا في بدايه الرسمه اللي رسمتها لك بتاع الجهاز عملت ايه؟ قسمت لك الخزان كله 3 اجزاء، يعني كان عندي مساحه كبيره اللي هي الخزان، قمت عامل 3 اجزاء وعاملهم بشكل زجزاج او استجر بالتساوي، يعني لو عرضه 18 متر يبقى عرض كل واحد 6 متر مثلا، انت فاهم؟ وبعدين هاجي بقى ابني في كل جزء حيطان او هركب حيطان ستيل على حسب بقى اللي هيعمل الكلام ده في الطباعه بيعمله ازاي. الكلام ده انا لو فاهم بيعملها كده يعتبر يعني انت لما تكون مديني جي ان كلها، فانا كده يعتبر بتشك حاجه زي كده. طب انا لما عاوز اجيب لو انا مديك لا استنى بص يا هندسه، هي لو انت رجعت معايا هي الاول الشاشه ظهرت قدامكم كلمه هيدروليك بافل دي تشامبر. ايوه ظهرت خلاص. انت قليل بطيء هيدروليك. طيب خلاص هلغي. بص بسال او ارجع المساله اللي عندك في الورق هنا. انا مديك جي 1 وجي 2 وجي 3 صح كده؟ جميل. اي بص الناس، اي تصميم في الدنيا، اي تصميم في الدنيا قايم على ان انت بتفرض وبعدين بتشيك. التصميم كله كده على فكره، يعني بفرض وبعد لما بيجي يقول لي نصمم السقف ده بقوم فارض تخانات وبعدين بشيك بقى، اشيك ان هو يساتسفاي ديفليكشن، ساتسفاي المومنتات اللي عليه، انت فاهم؟ سواء فلات سلاب. فهي نفس الفكره، انا هفرضها بالكود اللي قال لي عليها الحدود بتاعه التصميم اللي اتقالت لي، انت واخد بالك؟ يعني لو المساله دي جايه لي من الاول في المشروع وما عنديش اي داتا غير الكيو، انت في المشروع بتكود الكيو بس، هتعمل ايه؟ هتقول ان انا هفرض ان افتح اي شيت او اي مساله الكلام ده اتنفذ قبل كده بالقيم دي، يعني الكلام اللي قدامك ده اتنفذ بالقيم دي، هفرض ان جي 1 ب 50 25 15 بس او 35 25 زي ما هي مدها، انت فاهمني؟ ايه دي؟ ما بتبقاش دالة في تصرف، يعني ما بروحش احسبها او ايا يكن. هي ليها معادلة، عايز اقول لك معادلة معقدة، يعني مش وقتها خالص ان انا اقول برضه. أيوة. يعني الجي دي جت منين؟ لا ليها اصل في الهيدروليك، لا ليها اصل، ليها اصل، ليها اصل، بس انت بتستسهل بقى. تمام. زي بس زي ايه؟ بص يا بس زي لما يجي لك مشروع خلاص انت في سنه رابعه ويقول لك صمم السقف، هل انت على طول بتفرض لو هو سوليد سلاب 12 على طول، واللي يا سيدي بتبقى بحاره كبير شويه ممكن تديها سمك 14 صح كده؟ هل تعمل في وانت في سنه رابعه اللي انت كنت بتعمله وانت في سنه ثانيه مدني، اللي هو انت تروح تفتح الكود والجدول بتاع الترخيم وتشوف البحر على 36 والبحر على وبتعمل ولا خلاص عدينا الكلام ده؟ ايوه تمام. هي نفس الكلام ده عندنا كاين بقى بيزكس او اساسيات، فانت بتاخد الجهات دي تشتغل بيها، والجهات دي قيم مقبوله، ما انت كمان مش هتجيب لي قيم مش منطقيه وهعديها لك لو انا براجع التصميم، يعني لو انت جايب لي الكلام ده في المشروع مش هلاقي لك مثلا عامل لي جي 1 و2 و3 بكام مثلا؟ 1800 و700 مثلا. ايه ده هندسه؟ انت شغال بجهات بتاعت رابد ميكس سلو ميكس، ايه اللي انت عامله ده؟ انما واحد تاني عامل لي مثلا 180 60 ماشي، واحد عامل لي 50 30 20 انت فاهم قصدي؟ ايوه كلها فرنج الشيكو. تمام طبعا. اللي هو اللي الكود قال عليه. تمام نكمل الكلام. طيب هنا مديني قيمه الكيو، قال لي ان الجهات اداك 3 جهات في المساله، فانا فهمت ان المساله هنا 3 بارتات. انا باكد تاني ان المساله مش مرسومه، ها باكد لك تاني يا شباب ان المساله مش مرسومه، انا اللي فهمت ان هي 3 اجزاء نتيجه ان هو اداني جي 1 وجي 2 وجي 3. التوتال ريتينشن تايم 24 دقيقه، يعني في الجزء في الزمن الواحد يبقى كام؟ 8 دقائق، 8 و8 و8. اداني الاف بقيمه، اداني الطول والدبس بتاع الخزان ده بقيمه. طب كلام جميل. والميوت دهاني، ها اعمل ايه؟ هو دايما هيعمل كده يا باشمهندس، دايما هيديك نفس الداتا دي بالظبط، لا هيقل عنها حاجه ولا هيزود عنها حاجه. بالمناسبه ها اعمل عنها، اعمل ايه بقى؟ حد في الداتا دي عنده فيها مشكله؟ لا هندسه الصوره ثابته. ما انا لسه مثبت الصوره، لسه مثبت صوره. طب انا عايز اجيب الدايمنشن. احنا قلنا ان القانون المساله بتاعت دي، المساله دي ثلاث خطوات. اول خطوه الفي بتساوي كيو في التي، حتى ما تبصش في الورقه عندك، خليك معايا يعني سي. نعم ثانيه واحده بس لما الصوره تقلب. يعني هو الباشمهندس بس يا هندسه انتوا برضه مصممين تحسسوني ان انتوا مش معايا مش سامعيني. انا بقول لك حتى سيب الورق اللي معاك، يعني حتى الصوره قلبت ما قلبتش والورق قدامك، سيب الورق يا هندسه. يعني انا بقول لك حتى ركز معايا. أنا أنت لو قدامي في السكشن كنت بعمل للناس إزاي؟ أقول لهم سيب القلم محدش يكتب وبصوا قدامي على السبورة ونكتب، يعني أنا عايز دماغك شغالة،
مش عايزك بتقرا من حاجه وبتشوف انا بقول ايه وخلاص يعني. ها تاني يا شباب، انا بقول لك المساله دي بتتحل في ثلاث خطوات. اول خطوه الابعاد ومعادله الابعاد ثابته معايا، ال في بتساوي كيو في التي. الكيو عندنا ب 120 او ب 12000 انا اسف، والتي التوتال ريتينشن تايم توتال، بس ما تنساش تقسمها على 24 في 60 تلاقي ان حجم الاوضه دي او الخزان الهيدروليكي ده 200 متر مكعب. طب ال 200 متر مكعب دول مطلوب مني ان احولهم لابعاد طول وعرض وارتفاع، مديني العمق او الارتفاع يعني ومديني الطول، باين انا اجيب مين؟ البي. طلعت البي ب 20 متر. ها لحد هنا في حد عنده مشكله؟ حتى انا كاتب لك في الشاشه قدامك مكتوب ايه؟ عرض كل جزء او كل غرفه 20 متر على الثلاثه. معايا يعني حوالي 6 متر وشويه، 6 متر 80 ولا حاجه. ها واضحه ولا يا شباب؟ لحد كده الابعاد حد عنده مشكله؟ تمام جدا. تمام. تاني حاجه المفروض ان انا احسب عدد الحيطان في كل جزء، القانون الطويل بتاعنا فاكره اللي هو انا اكدت لك تاني ان بيتاخد له قص تكعيب، او انا اسف قص تلت. معايا كده؟ هعوض فيه. الصوره اتقلبت ولا لسه؟ لسه يا هندسه. طيب افتح القانون معايا بايدك كده حتى وبص في القانون. القانون كان عباره عن 2 ميو في التي ان، التي ان بكام؟ اتفقنا ان زمن الجزء في البقاء الميه في الجزء الواحد بكام؟ 8 دقائق. بس مفيش حاجه اسمها 8 بقى، 8 لازم تنضرب في 60 الله يفتح عليك، تتقسم على الرو مضروبه في 1.44% زائد الايه؟ الاف. ينضرب الكلام ده في الدي اللي هو ب 1 متر، في ال ب 10 متر، الجي ان هحطها ورا ب 50 عشان اجيب اول جزء، ومره ثانيه احطها ب 35 عشان اجيب عدد الحيطان في ثاني جزء، ومره ثالثه احطها ب 25 على كيو. بس ركز بقى معايا، اكتب يا ريت بايدك في القانون بتاع ال ان ان، لابد من، لان دي نسيت اكتبها لك. الكيو لازم احسبها بالمتر مكعب على الثانيه، لان انت معوض عن الزمن بالثواني، فالمعادله كلها لازم تبقى حاجه واحده. فلازم اعوض عن الزمن عن التصرف بالمتر مكعب على الثانيه. يبقى كيو اللي هي ب 12000 دي لازم اقسمها على 24 في 60 في 60. الصوره ظهرت عندك ولا لسه؟ ايوه ظهرت عندك. كلام جميل. وما انت تغير في القانون ده كل مره ايه؟ اهي الصوره قدامك ثابت. اللي هتغيره في القانون ده ايه؟ الجي. مره اقعد عنها بكذا، مره بكذا، مره بكذا. ها خد بالك بقى من حاجه، ان الان مش هتطلع معاك رقم صحيح. عمر ما معادله رياضيه زي دي هتديني الان برقم صح، فانت هتقربها لاقرب رقم صحيح بالزياده. واضح ولا مش واضح يا شباب؟ تمام يا هندسه. معايا؟ يبقى كل يبقى انت في القانون اللي قدامك ده هتغير قيمه الجي عشان تجيب قيمه ال ان الموجوده في كل جزء ويتقرب لاقرب رقم صحيح. الصوره اتقلبت ولا لسه؟ يعني عندك مثلا عدد الحيطان في اول جزء طلع لي 19 وكسر، هاخده بكام؟ 20 وهكذا بقى ال 2 وهكذا ال 3. طب عشان احسب مسافه التقسيط اللي انا هعمله؟ هقسم الطول، الطول بتاع الخزان اللي عندي هقسمه على كام؟ على عدد الحيطان. يعني في مره هقسم ال 20 على 20، او انا اسف ال 10 متر قصدي ال ال ب 10 متر، ال ال ب 10 متر هقسمها مره على 20، ومره اقسمها على 16، ومره عنده استفسار يا شباب؟ المساله سيستماتيك كوبي وبيست. ها حد عنده استفسار يا شباب؟ تمام يا هندسه. لحد يا شباب الناس تجاوبني، لا تمام يا هندسه، الناس تجاوبني برضو الباقيين، لحد حسبت عدد الحيطان ومسافه التقسيط، هل حد عنده سؤال دي جت منين؟ حتى لو قلت عن 45%، شوف انت اهو، لما اجي اقول لك ان اس واحد مسافه التقسيط في اول جزء عباره عن 10 متر ال على 20، طلعت لي بنص متر، صح؟ طب لو كانت طلعت لي ب 4 من 10، نتيجه ان مثلا القانون او الناتج طلع 4 من 10، كنت هقول له كام؟ هقول له تيك اس واحد ب 45%. ها واضحه ولا مش واضحه يا شباب؟ كله تمام يا باشمهندس. يبقى انا جبت اس 1 واس 2 واس 3. حد عنده مشكله يا شباب؟ تمام يا هندسه. حسبه تمام يا باشمهندس. حسبه عدد الحوائط او حسبه مسافات التقسيط، حد عنده مشكله؟ طيب نيجي لاخر حاجه، نيجي لاخر حاجه، الصوره اتقلبت ولا لسه ثابته؟
لسه ثابته يا هندسه. على ايه يا هندسه؟ ايه الصوره قدامك؟ عدد الحيطان بس. طيب انا بس يعني هتحاول اتحرك جنب الراوتر اكتر. المفروض ان دلوقتي الشاشه قدامك ايه؟ لو عندي السبيسنج طلع اقل من 45 فانا خدته 45. المفروض بقى اقلل العدد عشان احافظ على طول الخزان ولا ايه؟ سيبها زي ما هي. بس اتسالت في الشرح كده وجاوبت زميلك قلت له سيبها زي ما هي ما تعدلش حاجه في المشروع وبعدل بقى ارجع ظبط الكلام. تمام. يعني هاخد نفس الرقم الشباب ايه 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 يعني مثلا لو طلع 30 سنتي مثلا هاخده زي ما هو 30 سنتي. تمام. قول تاني سؤالك انا ما سمعتش. قول تاني سؤالك انا ما سمعتش. بقول مثلا لو انا لسه طلع معايا 30 سنتي هاخده مثلا ب 30 لو لا لو طلعت معاك 30 سنتي قول له تيك الاس ب 45 سنتي بس مش ولا ترجع تعيد عدد حيطان ولا لا انا عم باكد لك تاني هندسه والله بحلف اهو والله ما ترجع تعيد تاني حاجه. فين هندسه سارق والله. تمام هندسه ماشي يا رجاله. طب الصوره دلوقتي اتحركت الفوقد قانون ايوه قدامك هندسه كلام جميل. انا عايز احسب الفوقد كام مره جاوبني. عايز احسب الفوقد كام مره؟ مره واحده ولا اثنين ولا ثلاثه؟ ثلاثه. ليه ثلاثة؟ ليه؟ اللي بيقول لي ثلاثة ليه؟ جهات متغيرة. مديني هو أصلاً في السؤال المسألة تاني، تاني أنا بأكد لك المسألة ما بتجيش مرسومة، هو مديني ثلاث قيم للجهات، وأنا عارف إن قانون الفواقد بعلاقة في الجي، فلما يبقى عندي فيه ثلاث قيم للجي، يبقى الخزان معناها ثلاث أجزاء، وبالتالي أنا هحسب ثلاث قيم فواقد ببساطة. القانون عبارة عن تعويض مباشر، الميو عندنا، التي بكام دقيقة؟ 8 دقايق، أضربها في 60 عشان ما فيش زمن بالدقائق عندي في المساء. الجي عندي بكام؟ ب50 الجي واحد وما تنساش ان هي بتتربع على الرو مدهاني ب1000 عجله الجاذبيه 9.81 مللي يديني ان الفاقد اللي حصل في اول جزء 14 سم. طب انت متوقع الفاقد اللي تحصل في ثاني جزء كام واللي في ثالث جزء تبقى كام؟ رقم اقل ولا اكبر؟ اللي في الاول فاقد اللي بعد كده اللي في الاول كبيره وبعد كده بتبقى اقل لان قيمه الجي بتقل صح. بس حد عنده سؤال يا شباب؟ خلصنا مساله النهارده. مجموع الفواقد ديت ما يبقاش قول قول بعد كده ما ايه ايه مجموع الفواقد دي ماله؟ لو انا جمعت الفواقد دي كلها المفروض اساويها بارتفاع المايه وهي داخله الضغط بتاعها نفسه. بص بقى يا شباب انا خلصت السيكشن تمام. الباشمهندس بيسال سؤال مهم جدا ومحترم جدا عشان اللي هيخش مننا مشروع وعشان هو الراجل من حقه يفهم. بص يا شباب مش احنا قلنا ان انا في الاول لازم لما اجي اصمم الطرمبات ابقى عامل حسابي ان المايه رايحه على الريسرفوار او على الخزان على ارتفاع 6 متر وقلنا الكلام ده سببه ان عشان هو يبقى اعلى نقطه في المحطه وتبدا المايه تتحرك من نقطه للتانيه اندر جرافيتي. تمام. ده رقم واحد. رقم اتنين لو انا جيت اصمم محطه وعملت اللوح بتاعتها وجيت عند نقطه معينه قلت لا انا هنا المايه مش هتقدر تتزق للمرحله اللي بعدها هحتاج طرمبات كده هيترمى اللوح معلش في الكلمه اللوح هتتقطع وتترمي في وشي ويتقال عليا ان انا مصمم فاشل نتيجه ان انا احتجت ان انا اعمل طرمبات جوه المحطه لان هيجي يتقال لك ايه طب يا فالح ليه انا مش قصدي حد والله طب يا فالح كنت انت زود الهيد بتاع الطرمبات اللي في البدايه وارفع من الخزان شويه عشان ما تعملش كده وما تكلفناش تكاليف لان دي عباره. طب ده رقم اتنين. رقم ثلاثه الخزان ده انت لما تيجي تصمم مشروع وهتعمل خزان زي ده في المحطه لازم تحسب له الفواقد كويس جدا عشان الفواقد بتاعته بتبقى كبيره ممكن تلاقي ان في خزان زي ده بس الفواقد ممكن توصل لمتر بحاجه متر انت متخيل؟ انا ده بتكلم ده متر ايه ده ما لسه ايوه ما انا لسه هكمل لك ده متر ده وانت لسه بتقول يا هادي جوه المحطه ده انت لسه بتقول يا هادي انت لسه هتروح على فلاتر على يا رب على خزان ترصيب سيديمنتيشن اللي هو بكره ولسه بعد الترصيب هتروح على فلاتر وبعد الفلاتر هتروح مش عارف على خزان تاني ارضي تخزن فيه الميه وتحط كلورك انت فاهم والقصه بتاعتك فانت هنا عندك امال لما يبقى استهلكت متر بحاله هنا يبقى ساعتها خلاص خد لي في اعتبار بقى الكلام ده في الخزان اللي في بدايه المحطه زودوا المتر اللي انت نقصته ده وبالتالي ارفع الضغط بتاع الطرمبات شويه
وبيزود قيمه الهورس باور بتاعتها عشان حاجه زي كده بس مش اكتر. يعني انا هنا بقارن من مدخل المحطه، يعني انا لو مثلا متر فزوده في المأخذ بتاع في الرابيد ميكس بتاعه. لو انت بتتكلم عن اللي بيحصل بره، هي لو طلعت في حدود المتر كلام عادي ومنطقي كده كده 5 6، عشان قال لك ان الخزان اللي في اول المحطه ده ارتفاعه من 5 ل 6 متر وقلنا ناخده 6 متر، دول يسيفوا لك الدنيا كلها. يعني ال 6 متر دول على داخل على حط ترسيب ارتفاعه لوحده 5 6 متر برضه ولا ايه؟ ولسه بعد كده هنزل على مرشحات. شباب انا اسف. ايوه باشمهندسين. ايوه باشمهندس سامع. انا اسف معلش، انا اسف الصوت بعيد قوي يا هندسه. ايه هندسه الصوت بعيد كده؟ تمام انا الصوت عندي أيوة. مشكله كده بالسكه. طب ممكن حضرتك هندسه تلغي الشير بقى خلاص ونتكلم صوت بقى، انا ما فيش كتابه يعني. تمام كده تمام زي الفل هلغي الشير. حاضر بس اللي بيسجل ما يلغيش التسجيل، بس سيب الكلام في التسجيل. سايبه احجزه. اللي بيسجل ايه؟ سايب التسجيل يعني عشان في كلام مهم بيتقال. طب الناس سامعيني كده؟ الناس سامعيني؟ انا سامع الناس. عينك انت. طيب السؤال بتاع تمام السؤال بتاع زميلكم اللي كان بيسالني عن قولوا معايا عن ان الفواقد هنا كبيره واخدها في اعتباري ومش اخدها في اعتباري كده، انا جاوبته الدنيا تمام. يعني هي الفكره ان انا اعلي المتر دوت. طب انا لو فرض اساسا من البدايه متر مثلا والفواقد هنا متر ونص، يعني لو فرض 6 متر في البدايه للموزع بتاعي او الرابيد ميكس تمام، الفواقد ايه؟ لو انا فارض الرابيد ميكس بتاعي الخزان بتاع الموزع على ارتفاع 6 متر من الاول تمام؟ وبعد كده دخلت على التقليب البطيء لقيت الفواقد عندي اللي في الهيدروليك متر ونص. انا اتحكمت كده ان يبقى مرسوب او ارتفاع حوض الترسيب بتاع 4 متر ونص، وفي التصميم مثلا هو 5 متر، ارجع اعلي 6 متر ونص في الرابيد ميكس. ترجع تعليه هيبقى في كده فوق ال 6 متر ونص، ممكن اعلي كمان على ال 6 متر يعني. ممكن تعليه عادي يعني كل ما في فواقد اعلي في الرابيد ميكس او الموازي. بس هي الرقم اللي انا مديهولك، بص يا كبير، الرقم اللي انا مديهولك ده رقم هيسيفك بالنسبة لل 6 متر يعني. اللي هو من 5 ل 6 متر يعني بص، ال 5 6 متر دي جت نتيجة حسابات كتير قبل كده عن الموضوع ده، وخلاص احنا عرفنا ان حتى لو الفواقد لو كتيرة شوية هتبقى تمام. انت فاهم قصدي؟ ايوه. بس هي الفكرة عشان حضرتك بتقول ان الدنيا ماشية كلها جاذبية جوه، وارتفاع الحوض طبعا كبير مش ايه؟ ارتفاع حوض الترسيب بالسيمنتيشن نفسه كبير. ما هو انا ماليش دعوه بالارتفاع، انا ليا دعوه الميه طالعه مسافه قد ايه، يعني انت فاهم؟ يعني أيوة. الميه بتتزق مسافه قد ايه، هي دي الفكره. ايوه تمام يا شباب. تمام يا هندسه. خلاص اشوفكم بكره ان شاء الله الساعه 8:30. اتفضل. هو بس سؤال بس يا باشمهندس، هنا هو الدكتور سابق خالص في المحاضرات؟ ما احنا يعني هنشد يا شباب، انا عارف هنشد يعني احنا بين غير ده لو كان ادانا يعني الاسبوع ده حصل له ظرف او حاجه زي كده وما اداناش، لو كان ادانا كان زمانه دلوقتي سيبنا بثلاث ابواب. يا باشا ما ولا يا باش مهندس، انا عملت كده يعني كانت نيتي ان انا اعمل الصالح ليكم. انت عارف ايه اللي اخرنا؟ انا فاكرين السكشن اللي انا كنت فيه. انا عارف. لا هقول لك، عارف اللي هتقوله. فاكرين السكشن اللي انا كنت هديه بتاع السلو ميكسنج اللي هو المسائل؟ بس انا لما لقيت ان انت هتخش الميد ترم وما معكش مسائل او قلت بلاش، ان انا يعني حرام ان انا يعني اسبق وهو يعني الباشمهندس او الطالب يتشت، انت فاهم قصدي؟ فيتلخبط. فقلت لا استنى، ده اللي عمل الدروب، انما ده كان فرق معانا. كان النهارده زماننا بنقول السكشن، يعني كان زماننا النهارده بنقول السيدمنتيشن وبكره هنقول الاستورج، يعني مش هنبقى متاخرين عنه. فانت الفكره انت مش متاخر عنه بثلاث خطوات ولا حاجه، هي خطوتين اتنين، وبعد ما ندي سيكشن بكره هيبقى متاخرين عنه حاجه واحده بس.
هو القصد بس يا باشمهندس ان هو كمان لسه هيدينا محاضره يوم الاحد، فهنبقى فاهم زاد علينا كمان. هو اخر حاجه قالها ايه؟ اخر حاجه قالها ايه؟ خلص الفلتريشن، يعتبر خلص الفلتريشن. طيب حلو. انت عارف يا باشمهندس انا خايف لو انت قلت لي، بص هندس انا خايف لو انت قلت لي ان هو داخل على الويست ووتر على الميه الصرف. لا لا ده لسه احنا جوه المحطه لسه. طيب الفلتريشن انت هتاخده امتى؟ انت بكره هتاخد معايا السيديمنتيشن، قول اه تمام. الفلتريشن هتاخده السكشن اللي بعديه اللي هو ان شاء الله هيبقى الجمعه برضو، هناخد سكشن الجمعه وسكشن السبت، انت فاهم قصدي؟ فالسكشن بتاع الجمعه هناخد الفلتريشن، سكشن السبت هناخد الاستورج بس خلاص. يعني انت زي النهارده الجمعه الجايه هتبقى تقريبا ماشي مع الدكتور، انت فاهم قصدي؟ تمام. هو ما ينفعش الجمعه دوت يا باشمهندس نخليه مثلا خميس او الاربعاء كده يوم. والله والله للامانه اقسم بالله انا بكره مسافر، او عشان الحلفان انا بعد بكره مسافر رايح كورس في مصر من الحد للخميس. يعني حتى الناس بتاعت انشاءات اعتذرت لها، هم ميعادهم الخميس اصلا، هناخد الجمعه انت فاهم. فمعلش استحملوني والله، يمكن الظرف اللي عندي ده كمان دكتور محمد ايبو ودكتور عبد العزيز يعرفوه والله. تمام يا باشا، بس اكمن النت بس بيبقى وحش بعد السنه كده خصوصا يعني مع حضرتك. طب المره الجايه ممكن نعكس، بصوا يا شباب المره الجايه ممكن نعكس، المره الجايه ممكن نخلي انتوا اللي قبل الصلاه ونشاهد بعد الصلاه، يعني هنتكلم برضه في الصلاه. تمام تمام. النت بيكون صفحه هندسه يعني ان شاء الله يكون حلو. يعني هنتكلم ونحدد الميعاد بالاتفاق. ماشي اللي يعجبكم، هنتكلم ونحدد الميعاد بالاتفاق. تمام، بس المهم اهم حاجه بكره هشوفكم الساعه 8:30 الصبح باذن الله. تمام في الكليه ان شاء الله هندسه بخير. ولا فين هنا يا كلية يا حبيبي؟ تنايم ولا ايه؟ حد صاحب عليك. ماشي ماشي. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله.